بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم وجمعني الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. مرحبا بكم إخواني وأخواتي، ها أنا أتواصل معكم ببرنامج يستفتونك. أسأل الله تعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يكون هذا البرنامج خالصا لوجهه الكريم، لا نبتغي فيه جاها ولا رياء ولا مباهاة بين الأقران. حياكم الله وبياكم مرة أخرى إخواني وأخواتي. في الحلقات السابقات تكلمنا عن بعض المظاهر السلبية الموجودة في المجتمع، وتكلمنا عن عدة مظاهر، واليوم أريد أن أتكلم عن مظهر آخر سلبي موجود في مجتمعنا اليوم إخواني وأخواتي. وهذا المظهر حقيقة يعني لا يقل يعني خطورة عن المظاهر السابقة اللي تكلمنا عليها. المظهر هو تعنيف النساء. تعنيف النساء اليوم موجود في زماننا. الزوج يعنف زوجته، أو الأب يعنف ابنته، والأب يعنف يعني أو الأخ يعنف أخته، وهكذا إخواني وخواتي. اليوم يعني هذا التعنيف مع الأسف أصبح شائع، وأصبح حقيقة يعني ظاهر جدا. وللأسف يعني البعض من هؤلاء الرجال اللي يعنفون الزوجات أو يعنفون الأخوات أو يعنفون بناتهم، تشوفه على السوشيال ميديا مثالي جدا، وتشوفه ملائكي جدا، وتشوفه يتكلم باسم حقوق المرأة. قل له أنت يا أفندي أنطي حقوق زوجتك أولا، وأنطي حقوق أختك أولا، وأعطي حقوق بنتك أولا، بعد ذلك يتكلم عن حقوق المرأة. طبعا الكثير من أدعياء حقوق المرأة اليوم، ويلبسون الملابس يعني خلينا نقول الثقافية يسمون نفسهم، أو التطور، أو الملابس العلمانية، أو الملابس التي يعني يناغم بها المجتمع ويتكلم عن حقوق المرأة، لأن يعتبر الإسلام ظلم المرأة يعني. فهو الأفندي يتكلم عن حقوق المرأة، تشوفه هو في داخله وفي بيته هو يظلم زوجته ويظلم أهله ويظلم أخته ويظلم جاره كذلك يعني. فتعنيف المرأة اليوم، إحنا نقتبس ديننا ونقتبس تعاليم ديننا من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يقول: الله الله بالصلاة، واستوصوا بالنساء خيرا. على فراش الموت: الله الله بالصلاة، واستوصوا بالنساء خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في نسائكم، أوصيكم بالنساء خيرا. فهذا نبينا يعلمنا. فمن يدعي الإسلام ويدعي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له ترى احترام الزوجة وعدم تعنيف الزوجة هذا من الإسلام، هذا من الإسلام. نعم، من معي؟ أبو عمر من تكريت، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ الكريم، الحمد لله، ربي يحفظكم، سلمكم الله خير. الله يحفظك، بارك الله بك، اسال الله ان يجعلك مفتاحا للخير ومغلاقا للشر يا رب. اجمعين، بارك الله بك، تسلم. شيخي عندي سؤال. اي نعم. الاول، اذا شخص يشتغل اسواق، نعم، بيع مواد غذائيه، نعم، وهذا صاحب المحل يبيع يعني تجار، نعم، فحكم العامل اللي هو يعني مضطر يشتغل، شيبيع يعني ابو المحل شيبيع يبيع جقايف، نعم، فهل العامل يعتم انه من يبيع جقايف؟ يعني ابو عمر، يعني خلي اجاوبك على السريع مباشر. يعني هو بصوره عامه سوبر ماركت، ماركت يبيع اشياء مباحه، حلويات، يبيع فواكه خضروات، يبيع شيء، ماكو مشكله ابدا. بس بقت جقاره، يعني تعرف الجقاره ما مقطوع بتحريمها ولا بحليتها، ولكن هو يشتغل، اذا ما لقى غير هذا الشغل يشتغل، بس اذا لقى شغل غير هذا الشغل يعوف هذا الشغل بيع الجقاير ويروح الى شغل اخر حتى يخرج من الشبهه، شبهه الرزق يعني. نعم تمام. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هذه الالفاظ اللي تفتى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
ذخرنا وسندنا فيها اشكال شرعي؟ ذخرنا وسندنا عيد لي اياها العباره شلون شلون؟ يعني الخطباء يقول عند اهل المنبر يذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ذخرنا وسندنا. ايه هذه اللفظه فيها مشكله؟ الذخر من اقول لك انت ثغري يعني او انت يعني اتباهى بيك هذا بهذا المعنى، والسند هو سند عند الله تعالى لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بإذن الله. فهذا المفهوم يعني. نعم تمام يعني ما فيها مشكلة، هذا اللي نقصده مشكلة أبدا. نعم الله يحفظك، شكرا جزيلا، حياك بارك الله. الله حياك الله، مرحبا. نعم نعم، من معي؟ ألو، نعم من معي؟ كنترول أبو علي تفضل. تفضل ابو علي، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير، ماشي الحال الحمد لله. ربي يحفظك ويستر عليك. اجمعين يا ربي، بارك الله فيك. الشيخ يرحم والدك. نعم. على ما تقول شلون شلون ابو علي؟ يريد يتزوج على زوجته شلون؟ مثلا. يعني ما اعرف، انا ما اجاوب لان هذا موضوع اجتماعي تقدر انت تحله بينك وبين الزوجه وبين العائله يعني. يعني اذا ما تقبل تعمل العنف يعني هذا موضوع خاص بك، يعني اتمنى انه ما يكون على الاعلام، وهذا الموضوع عائلي بينك وبين اهلك وبينك وبين زوجتك افضل يكون يعني. يصير العنف يصير؟ شلون؟ يصير تعمل العنف. أجاوبك على الزواج العرفي. رحم الله والديك، رحم الله والديك. إحنا من يمتى بالعراق عندنا هذا الزواج؟ ما عندنا هيك شيء زواج يعني عموما. نعم أي نعم، رحم الله. تمام الله. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال شيخ من محبة الله. الحمد لله، مرحبا شيخي. عندي سؤال إذا سمحت. أي نعم. السؤال الأول يعني ضاعفني حيلي شيخي، من أروح للصلاة يعني أنت أتوضى قبل أن أتوضى العبد أو أحسب حاجة إلى هاي أتوضى وأصلي تنزل علي يعني أجل أصلى قدر أصلي هاي أو ضد الصلاة، بس من ما عندي شيء يعني فرص الصلاة بس من أصير هاي الشيء أتوضى من أطلب من العفو أو من لسه يعني خاف وسواس. أخي عبد الرحمن خاف وسواس هذا يصير عندك غير وقت الصلاة ما يصير عندك؟ غير وقت الصلاة ما يصير عندك أخي؟ غير وقت الصلاة؟ مرات يصير مرات ما يصير، بس اللي يصير عندي أروح هيصير الشغلة. إي هذا وسواس يصير عندك، يعني حاول أن تتوضأ، وأخي يعني حاول أنه تتوضأ زين وبالمغاسل تغسل زين وتصلي وطبيعي جدا، لا تعير أهمية لهذا الوسواس. هذا وسواس، هذا إذا كان فقط يأتيك أثناء الوضوء والصلاة. بس إذا صارت عندك الحالة، اسمعني أستاذي، إذا صارت عندك الحالة قبل الصلاة وبعد الصلاة يعني موجودة طول اليوم، هذا يسموه سلس بول، والسلس بول أنت معذور عنه، حتى لو نزل البول في الصلاة صلاتك صحيحة. هذا يسموه سلس البول، صاحب السلس معذور يعني. نعم. بدي من اقرا القرآن على القنوات اشوفها يعني رب العالمين دائما يحكي صفة الجمع، يعني انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون وعدا علينا انا كنا فاعلين، يعني كلها بالجمع يوم نبي السماء كطي السجل للكتب، يعني كلها الكلمات اللي يقصد انها صفة الجمع. نعم. يعني هذا الجمع، هذا الجمع تعظيم يسموه، جمع تعظيم للتعظيم. الله سبحانه وتعالى يقول، من يقول إنا نحن نزلنا، نحن مو إني نزلت، إنا نحن نزلنا الذكرى، هذا لتعظيم الله تعالى، يعظم نفسه ولتعظيم ما أنزل اللي هو القرآن الكريم. نعم يسموه جمع تعظيم. وإنا لفاعلون، شيء عظيم هذا، والله سبحانه وتعالى يعظم نفسه بهذه الألفاظ يعني وبهذا الجمع. نعم يعني التعظيم يعني أنا دائما فهمت جماعة يعني من حيث المعنى، أنا لا أتكلم عن اللغة يعني، من حيث المعنى للتعظيم. نعم نعم جزاك الله خير. الله يجزيك جزاك الله خير. شكرا لك. نعم نعم. عمران
عمران من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخ؟ الحمد لله أخويا، مرحبا، الله يحفظك ويسلمك. شيخنا أنا بالليل ما جاي نام وأفكر، وحتى قاعة حلمين يعني ترى يمي. عندك مشكلة عمران؟ عندك مشكلة؟ شلون مشكلة يعني شيخ؟ يعني عندك فد مشكلة ويا أحد؟ عندك الدين أحد يطلبك؟ عندك فد مصيبة؟ مش كان ما مطلوب زين بس احلل. شلون؟ لا لا ما عندي. اسمعني مباشرة من الهاتف حتى اقدر اخذ وانطي وياك. اقصد يعني يعني موضوع ارق، يعني ربما تفكر بشيء، يعني اخذ اجراءات مثل ما يقولون الاسباب للنوم، الغرفة شوية مظلمة، الفراش هادئ يكون، موضوع تبريدها ولو بالعراق العظيم يعني تبريد مشكلة. المهم فأقصد الحمد لله الأسباب أغلبها ما موجودة، أخذ بأسباب الراحة بالنوم، وإذا ما صار أخي يروح إلى علاج طبي أو إلى دكتور مختص، ربما أرق، ربما ينطيك فد علاجات تنام بها يعني. فالموضوع ما يخوف أبدا، أخذ يعني العلاجات خطوة خطوة، يعني سوي الأذكار قبل لا تنام، أذكار النوم، أن تقرأ آية الكرسي بهكذا وبعدين تمسح على كل جسمك ووجهك وتقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هم نفس الحالة على كل جسمك وتوكل على الله، ماكو شيء إن شاء الله. أخي أبو مصطفى من بابل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. آمين جميعا يا ربي، آمين جميعا. للشنو؟ هسه راح تسمع مني الجواب استاذي، هسه راح تسمع. نعم. ابو ابرار تفضل. ابو ابرار عندي سؤال. اي تفضل ابو ابرار، مرحبا. انا بنت الزوجة زوجتي شبيها؟ من غير زوج. بس نصيل احس السماعة عالية وحس صوت مو واضح، ما اعرف كنترول. اي شبيها الزوجة يا الله؟ زوجتي. اي اي متزوجة قبل؟ متزوجة قبل بعد سنتين. ايه نعم. وما تتزوج، تتزوج البنية؟ يعني ما تتزوجتك، هل يجوز تتزوج البنية؟ نعم. نعم، تسمع مني الجواب، هذا بتفصيل استاذي، تسمع مني الجواب. نعم، من معي؟ الأخ قبل شوية سألني أبو علي، يقول أريد أن أتزوج ويجوز أن أتزوج عرفي. هو إحنا أخواني لا تدخون بالأسماء الموجودة بموضوع الزواج. الزواج أو يسموه المسيار أو يسموه المتعة أو يسموه العرفي، سمي ما شئته ماشي، بس بشرط أن تتوفر شروط الزواج. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أركان النكاح هو أنه وجود الولي، شرط الزواج وجود الولي وشاهدي عدل والإيجاب والقبول طبعا والعاقد والمعقود عليه وهكذا يعني. طيب إخواني، فإذا بالزواج وجد الولي يعني أبو البنت والأولياء يعني عدة، أبو البنت وبعدين يجي جدها وهكذا هلما جرا، إذا وجد الولي ووجد شاهدي عدل طيب ووجد العاقد والمعقود البنت والمرأة والرجل ووجود شيخ يعقد أو إنسان فاهم يعقد، فالزواج صحيح. أما الزواج اللي هو من غير ولي أمر ومن غير شهود ومن غير، طبعا أنا أتكلم عن البكر الآن، طيب هذا الزواج ما يجوز أبدا يعني. هناك مسائل أخرى بالنسبة للثيب المتزوج الأرملة، فيه تفصيل طويل، بس أنا أنصح خواتي المطلقات وأنصح خواتي الأرامل إياكن أن تتزوجن سرا من غير ولي أمر ومن غير شهود، أخذوها مني
إياكن، وإلا ترى راح تنصدمون برجال، راح تنصدمون برجال يعني لا يعرف لهم يعني أدب، ولا يعرف لهم وفاء، ولا يعرف لهم يعني مصير بهذا الزواج. لأن يعني أنت من تتزوجين سرا والزواج يكون بينك بين الرجل، راح يدير وجه الرجل، وبالتالي ما تقدرين إلا هو يطلق. لا أنت تقدرين تحكين أمام الناس أنه هذا زوجي لأن هو زوجك، ولا تقدرين السكتين لأنه ما تشوفين حياتك، لأن هذا أخذ اللي يريده وراح يعني بعد ما يقدر إلا، ولا تقدرين تروحين إلى المحكمة. فتوثيق الزواج في المحاكم ضروري جدا، وإذا هناك كانت ضرورة أنه لا تذهب إلى المحاكم، فبعلم ولي الأمر وبعلم أهل البنت وبعلم الشهود يكون هناك زواج، والله أعلم. نعم، من معي؟ محمد تفضل. السلام عليكم. حياك الله أخي محمد، مرحبا. عليكم السلام. بارك الله بك على البرنامج. الله يحفظك ويسلمك أخويا. شيخنا أنا كفيل. أي نعم. وأخوي كفيل. نعم. فإحنا يعني قراءة القرآن عندنا صعبة يا جدري، ما نقدر نقرأ. نعم. فهل جاد أن أتبع إصبعي؟ هو أخي أنت تحاول يعني شوف، لازم تحاول أكو مقدمات للموضوع، لازم تحاول تتعلم، لازم تحاول تقرأ، لازم تحاول تسمع وتتبع يعني. شيخنا أنا حافظ الحمد لله والشكر. نعم. يعني من أسمع قرآن أحفظ، كنت سابقا يعني أحد الأشخاص دورة قرآن يراجع لي وأحفظ. نعم. بس هاي الفترة أنا حاليا عند البيت ما أقدر أطلع نهائيا يعني. ليش؟ فأحب أقرأ القرآن يعني أسمع وأحب أقرأ أتبع بالقرآن نفسه. يعني أنت تعرف تقرأ؟ أنت تعرف تقرأ؟ نعم أعرف أقرأ. وتريد تأشر بإصبعك من تقرأ بالقرآن؟ أي نعم. إي ماكو مشكلة، إذا تقرأ تحرك شفاك بالحروف القرآنية وتتبع معاها القرآن فماكو مشكلة أبدا، ماكو مشكلة يعني. بس الله يشفيك. شيخنا سؤال آخر دام. أي نعم، أي نعم. يعني مسألة إنه الشخص لا يقرأ ولا يكتب. أيضا جاء يتبع عن بصفعة. هذا رح نرجع مثل قبل شوية، قلت لك هو يحاول يتعلم أخي، يحاول يتعلم حروف اللغة العربية، يحاول يتعلم قراءة القرآن، يحاول أنه يسمع ويتبع ويا اللي دا يسمعه. فإذا سوى هذه الأمور وما قدر يتعلم أخي ماكو مشكلة، بالنظر يعني يتبع بالأصبع على الحروف وبالنظر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسب له قراءة القرآن، وإن كانت قراءة القرآن هو النطق بالحروف، النطق بالكلمات يعني. طيب، بس يحاول يتعلم، يحاول يفهم، وإذا فات العمر وكبير جدا أخي يتبع، عسى الله سبحانه وتعالى يعطي أجر على النظر للقرآن. نعم نعم. شيخنا يعني أتمنى من عندك أن تدعينا، أنا متزوج وما عندي ظن، صار 8 سنين تقريبا. يا رب يا رب يرزقك الذرية الصالحة. اتمنى والله تعين ان شاء الله، الله يبارك فيك. محمد اسمعني. الله يقبل دعاء يا رب. محمد اسمعني محمد. اي نعم. ابد لا تخليها بداخلك كسرة هذا الموضوع، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي هو الذي ياخذ. نعم بالله. والله سبحانه وتعالى يعني رزق سيدنا ابراهيم غلام، وسيدنا ابراهيم وصل عمره 92 سنة. ما أيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأنت نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن تتصل بنا قريبا، والله قد رزقك ذرية صالحة بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نسأل الله ذلك يا رب. يا آمين. يا رب يا رب يحفظك. بارك الله. أم عدنان من موصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. زوجي لا خليني أعطيه يعني أقرأ قرآن بالليل ما يقدر، لازم ما يقدر. ما يخليش تقرين قرآن بالليل؟ ما يخليش تقرين قرآن بالليل؟ اي والله ما يخلي. يعني يومية يومية؟ ما أعرف مثل يومية يعني؟ ما أخلي يا رب. ما دا أسمع. يعني يومية أنت تقرين قرآن بالليل هو ما يخليش؟ تمام، اسمعين من الجواب الآن، هذا السؤال له معاني أخرى أو له يعني أسباب أخرى. نعم. تسمعين من الجواب إن شاء الله. من معي تفضل، حياك الله. من الأنبار أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الو. تفضل ابو عبد الرحمن، انا معك، حياك الله. السلام عليكم، شلونك؟ عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بس الرقم مالك الخاص ده مو زحمة، لان ما اقدر احكي على شاشة التلفزيون. تمام، ابقى على الخط والكنترول راح ينطوك رقم الخاص ان شاء الله. نعم، حياك الله. من صلاح الدين ابو احمد، تفضل. تفضل اخي ابو احمد، مرحبا. حياك الله الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا، الحمد لله. الله يبارك فيك شيخنا العزيز. والله الحمد لله، تسلم. شيخنا العزيز الله يبارك فيك، احسنت تجيب برنامج على ترك الصلاه. نعم. بس تترك الصلاه يعني من الشباب 90% ما يجي يصلي، فريد برامج، فريد علماء، تعظ الناس ان من العلماء على الاسف يعني ما يجي يسوي محاضرات عن ترك الصلاه. نعم. ان شاء الله، والله ان شاء الله اكو خير كثير، وعسى البعض يسمع صوتك ويطلع على البث المباشر ويطلع على التلفاز ويطلع على القنوات الاخرى ويتكلم عن يعني موضوع اهميه الصلاه. ما في منطقتنا يعني اثنين مش لازم يصلون في المنطقه، فيها ما يقارب اكثر من 80 شخص. نعم. او 90 شخص. نعم. مع الاسف والله، يا اخي والله مع الاسف يعني. نعم، نسأل الله ذلك أن يعين يعني الناس ويعين العاملين والدعاة أن يخرجوا للناس ويتكلموا إن شاء الله، والبركة بالكثير موجود إن شاء الله. الله يحفظك وسلم. بارك الله فيك شيخنا العزيز. الله يحفظك وسلم. أي نعم، الأخ أبو مصطفى سأل عن موضوع مهم إخواني وخواتي، اليوم هو بيع الدولار. يعني ما في مشكلة إذا أنا أنطيك $1000، طيب، واقول لك ترجع لي اياه بالعراقي او ترجع يعني ترجع لي اياه بالدولار، ما عندي مشكله ابدا يعني، بس بشرط بسعر اليوم. بسعر اليوم، يعني اليوم اذا الدولار 148 الف دينار عراقي، اقول لك اخويا هاي $1000 ترجع لي بسعر اليوم بعد شهر بعد شهرين، هذا حسب ماكو مشكله. بس مال اني انطيك $1000 وسعر الدولار اليوم 148 الف ونص مثلا، أقول لك 148 أني أحسب ترجع لي كل ورقة على 170 ألف دينار عراقي. مثل طيتك 10 أوراق بس ترجع لي عراقي على 170 ألف 180 ألف، هذا ما يجوز أبدا، هذا ربا بطريقة يعني تغش نفسك وتغش الآخرين بي، يعني ما يجوز. كل قرض جر منفعة فهو ربا. أنت لو تنطيني قرض بسعر اليوم أرجع لك حتى لو تغير مستقبلا، لو تنطيني قرض لا تشترط علي انه ب 170 و 180، وهذا موجود عند كثير من محلات الصيرفه، اقول لهم اتقوا الله اتقوا الله، فهذا نوع من انواع الربا اللي يتوقعون به كثير من الناس. نعم، صاحب الحاجه اعمى، المحتاج مثل اعمى يجي ياخذ منك، بس حين السداد راح يكون ثقيل وصعب عليه وراح تحدث مشكلات وتحمله فوق ما لا يطيق. الدين بصورة عامة والقرض بصورة عامة هو لطلب الثواب، لتنفيس الكربة عن المسلم. فأنت من تنطي دين الشخص وتقول له اليوم الدولار ب 148 ونص راح أحسبه ب 170 أو 155 أو 160، المهم أكثر من سعر اليوم، هذا ما يجوز أبدا، هذا ما يجوز أبدا، وهذا نوع من أنواع الربا. فليحذر أصحاب المحلات محلات الصرف في ذلك، ومن ترك هذا الأمر هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أم مريم من الأنبار، تفضلي. شنك شيخ؟ الحمد لله، مرحبا أختي. الله يسلمك شيخ. أنا عندي 5 أطفال. نعم. وزوجي تزوج علي وداخلني عن المحكمة إجباري، يعني مو ببرابة، يعني تزوج علي. نعم. ايوه، بيجيبها يضربها علي، يعني يدخلها بالبيت مالي، انا من قصدا علي بيجيبها. يعني يريد يجيب الزوجة الثانية عليش بالبيت؟ اها ايه، بيجيبها علي يعني مو برضات يعني من مشى، وبيجيبها علي ياخذني قصدا عني بالمحكمة، انا اصير اعامله لو امشي وياه.
والله ما اعرف يا حجية يا اختي، والله هاي المواضيع يعني ما اعرف، يعني ما اعرف فيها والله، يعني مشكلة. يعني هذا بالمحكمة لا يعقد له على الثانية او الثالثة او الرابعة لفندي الا بحضور الاولى، يعني ماشي، يعني ادري بهذا بالقانون وبالمحكمة. فالامر الك اختي، الامر الك. يقول لي يعني اذا ما تمشين انا اطلقك، يعني مشيني لاهلي. يعني عموما عندكم شيء مفقود انت بينك وبين زوجك، ماكو تفاهم الظاهر، ماكو اتفاق على هذا الامر الظاهر، يعني ما اعرف. الامر اختي عائد الك، يعني الموضوع يعني عائد الك. اذا هو يعني ما اعرف، احكي حكايات خاف تحسب عليه، يعني المهم عائد يمكم، يعني انت وزوجك اتفقوا تفاهموا فيما بينكم. والله انا ما حروح، يعني حرام علي اذا عندك مناروش، يعني هو الامر مشروع بالنسبه للرجل، بس يعني ما اعرف اذا كان يعني عائله مستقره انتم ومرتبين وماشيين الحال، ما له داعي لهذا الموضوع يعني. والله يا شيخ، والله يا شيخ ما كله مصرات، لا ما طالع عندنا خمس بنات، ما طالع من حق الشرع وياي. اي تمام، اذا هو يعني من قصد علي يعني ميزون. تمام اختي، اتفقوا فيما بينكم انت وزوجك في هذا الموضوع يعني، واتفقوا على شيء يعني افضل. انا ما لي راي بالموضوع، عفوا يعني، بالسلامه. نعم نعم نعم، من معي؟ من بغداد ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ والله الحمد لله. تفضل ابو علي، مرحبا. خلاص دائما على الرحله، رجلك يمين الرحله دائما دائما على الرحله. شلون؟ ايه 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 ايه. قصدك الصلاة ما تقدر تصلي وانت واقف لو شنو؟ لا انا واقف بس على الرحلة، ما على الرحلة. شنو على الرحلة؟ مدى على الرحلة شنو؟ مدى فهم الرحلة مال الصلاة. نعم على الكرسي يعني؟ على الكرسي؟ اي اخي، اذا رجلك بها بلاتين، اولا الله يسلمك ان شاء الله ويعافيك يا ربي، وثانيا اخي يجوز ان تصلي على الكرسي اذا كنت معذور يعني، او تصلي في الارض، او تصلي مضطجع ممدد يعني، اذا كنت معذور يعني. عاد كرسي انت تسميها رحله، تقعد على قنفه، تقعد على ميز، تقعد، المهم يعني تصلي كيف ما تقدر تصلي اذا انت كنت مريض او كنت يعني في بلاتين برجلك يعني. شنو الطريقة اللي تشوفها زينة لك صلي بها، ماكو مشكلة أبدا يعني. جزاك الله خير، جزاك وجزاك. طبعا بالتسلسل يعني، هذا يذكروها بعض مشايخنا الكبار اليوم، بالتسلسل. إذا تقدر تصلي أنت قاعد فما يجوز تصلي وأنت مضطجع يعني، صلي أنت وقاعد. بس إذا ما تقدر تصلي لا قياما ولا قعودا، تصلي أنت مضطجع يجوز، ماكو مشكلة يعني. نعم نعم، من معي؟ من الموصل. محمد تفضل. تفضل اخي محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ الله يخليك، عندنا سؤال يا جنب. اي نعم. لا تفضل. شيخ انا عملت عمليه برمضان، حكي برمضان. نعم. وعملت العمليه خارج العراق، وانتظرت 20 يوم. نعم. حتى على الدنيا خميس وجمعه. يعني كل خميس وجمعه اصوم يومين بالاسبوع. يعني افراد حجي، اولا عليك القضاء، هذا اولا. وافراد يوم الجمعه بالصيام ما يجوز، اذا صمت يوم قبله او يوم بعده جائز، يعني تصوم الخميس والجمعه جائز. اسمعني من الهاتف افضل ابو اخي محمد، اسمعني من الهاتف افضل، لان الصوت ما ثلاث مرات يجي لي. يعني أنا أفضل لك أن تصوم غير الجمعة، بس إذا صمت يوم قبله ويوم بعده ماكو مشكلة، خميس جمعة وجمعة وسبت ماكو مشكلة. أنا عاد صمت خميس. إيه هذا أنوي بيه القضاء، أنوي بيه القضاء. نعم الشيخ، عندنا سؤال الآخر على كلي. أي نعم. بس دفعنا الدوائر على هذا الفساد الباهي، يعني ما يمشون أمور الناس إلا بفلوس، يعني والله يعني حيحوزون العالم بهاي الأمور. فهمني كنترول. مع الأسف يعني هذا اليوم موجودة في أغلب، خلينا نقول أغلب الدوائر، ولا هذا مو موضوعنا.
الرشوة الناس مستهينة بها، أغلب الموظفين مستهين بها، لعن الله الراشي والمرتشي. زين، وما حد ينتبه للآخرة، يابا أكو آخرة، أكو حساب، أكو كتاب، أكو وقوف أمام الله تعالى، أكو وقوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فليستحي الإنسان يعني من نفسه، إذا ما يستحي من الآخرين خلي يهيئ نفسه، فإنه سيقف أمام الله رئيس، مرؤوس، وزير، برلماني، مواطن عادي، مدير عام، وأبو الفيكات، وما أعرف منه. ترى كلكم كنا سنقف أمام الله سبحانه وتعالى، وسنسأل ماذا قدمنا، ماذا فعلنا. وستنشر الصحف، يعني عملك كله ينشر أمام الله وأمام الأنبياء وأمام الصالحين وأمام الناس جميعا. يعني فلنستعد لهذا اليوم إخواني وخواتي. يعني أنا أستغرب، يعني مرات أكو واحد يقول بالدوائر مثلا ليش أكو رشوة؟ يعني الرشوة ربما الحكومة تسعى إلى القضاء لهذا الأمر، بس مرات إنسان هو من نفسه، هو متربي، هو من نفسه، هو يعني مثل ما يقولون يعني تربيته ودينه ما يخلي هذا الأمر، ما يحتاج لجان وتفتيش وما يحتاج ما أعرف إيش. أكو واعز إيماني عنده، واعز خلينا نقول ضميري، واعز تربوي من العائلة أو من دينه أو من التزامه وإيمانه. فأنت أقل تقدير خلي أمامك أنه ستقف أمام الله سبحانه وتعالى وستسأل عن هذه الأعمال. مثل ما أنت تتمنى أن تلقى الله ومسوي حسنة، إيش قد تفرح بداخلك من تسوي حسنة، تقول سأجدها عند الله تعالى ذغر لي تكون، يعني ماشي ثغر لي تكون. بس يعني بالمقابل فكر، ترى هذه السيئة ستكون أمام الله تعالى تعرض عليك، يعني وأمام الناس تعرض عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخجلنا، ألا يخجلنا يعني في يوم العرض ويوم الحشر ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. أم عبد الله من إديالة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف شلونك؟ الحمد لله. مرحبا أختي عبد الله، تفضلي. شيخ على مود موضوع الدين، إذا أكو واحد يدينه وما يوفي بالدين، مطلوب الغني ظلم، يعني إذا كان عنده وما ينطيك الفلوس حرام عليه. أدين مثلا لمدة 4 أشهر. إيه. يعني مثلا إذا راح شهر أجيب مني فوت راح شهر، يعني أو شهرين ثلاثة. من اللي عايزين يسعد؟ هذا الموضوع مو سببني مغفله. ايدي لي يا بالله، يعني مو انا اخاف السؤال الى فد شيء اخر، يعني انت ما بدك تحكي. شيخ حتى مو يجي ياخذهن وراح شهر اجيبهن. زين. بين. زين. يعني مره شهر شهرين ثلاثه ما داعي، ورا 3 أشهر داعي، يعني وكذا اذنه. زين. فمن اجي اسعد؟ وصدق المغفله الله يجن، يعني مرات اقول لك لسه مو ادين، يصير؟ والله أختي أبقي داعي حتى لو يزعل، هذا حقك، خصوصا إذا وعدك على موعد قلت شهر أو شهر. ينطيهن بس بيهن مغثة. ها ينطيهن بس بيهن مغثة، يوم عاد أغذيها ما يخالف، خلي بيها مغثة بس تغذيهن. أسنتي زين مو زين انطاك إياهن يعني؟ يعني هم قصدهم صحيح الحمد لله وشكر. شيخ أني أرملة وقيم على أيتام ضاوع. نعم. بس أنا إذا أرملة وقائمة على أيتام وفلوسك معدودات، إي أنت هم صوتك، ليش تنطين دين؟ خير من الله. ليش تنطين إذا تعرفين الشخص ما يسدد وما يوفي؟ لا تنطين. إذا أنا ما أقطع سبيل المعروف عفوا، أنا سام رايتشون. فأقصد لا تنطين إذا كنت هذا تعرفين الشخص يماطل في الدين يعني. إذا كان ثقة لا ما بيها شيء يعني هذا الدين وتفكين فرجة. ممكن هون بس أكثر يعني يعني هو الأغلب يشلع القلب. بس عموما أختي أنت مأجورة على هذا الأمر، وحاولي بقي الطلبين، وإذا أنطاك الفلوس وياها مغثة عادي أرضي بيها، أخذي الفلوس المهم يعني، وسهلة المغثة هاي سهلة، المهم يرجعهن. نعم. يلا يلا عيني. والله عين الناس اللي ما محصلة بس مغثة وما محصلة فلوسها. أكو ناس ترى بس مغثة وما محصلة فلوسها، خطيئة يعني. نعم. أي نعم. منو؟ أبو زينب بن سامراء تفضل. نعم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة إن شاء الله. مرة ثانية علينا وعليكم إن شاء الله. أتكلم شيخنا، يعني مثلا اشتريت اليوم حاجة
نريد نقول بالدينار العراقي. نعم. وبعتها مثل بالدولار. نعم. يعني مثل قلت اريد اني مثل يعني ابيع الحاجه مثل ب 12 ورقه او ب 10 ورقات. نعم. واريد السداد يكون على قسط شهري، كل شهر ورقه، بها شيء شيخنا؟ خلاص هو هذا السؤال خلاص يعني ما عندك شيء؟ هو هذا السؤال شيخنا، واسالك عن قرض السكن يعني القروض السكنيه يعني بها ربا لها. تمام تسمع من الجواب تمام. يعني يعني بصوره عامه ابو زينب يعني انت جيت اني حسين اشتريت هذه البضاعه ودفعت فلوسها بالعراقي بالدولار ما له علاقه دفعت فلوسها وصارت ملكي فاني الان حر في بيعها حر في بيعها اريد ابيعها بالدينار اريد ابيعها بالدولار اريد ابيعها نفس السعر اقل من السعر اعلى من السعر ما عندي مشكله ابدا ماشي اليه البيع ابيعها بالقسط أبيع نقدي هم ماكو مشكلة يعني يعني أنت الآن دا تسأل عن سؤال بديهي جدا بس بشرط أنه أنت من تريد تبيعها يكون هذا ملكك لا تبع ما ليس ملكك أبد لا تبع يعني اللي شيء اللي هو مو ملكك طبعا ما يجوز يعني زي ما لم تملكه لا تبع ما لم تملكه فأنت من تشتري هذا وصار عقد إيجاب وقبول وصار ملكك كيف ما تبيع أبيعها بس طبعا تراعي موضوع الزيادة موضوع أنه أنطيك ب 12 ورقة أبيعها وإذا تأخرت علي وراء شهر يصير عليك 13 ورقة هذا ما يجوز اتأخرت علي شهرين يصير 14 ورقة هذا ما يجوز طبعا ماشي فأني أبيعك هذا بالطريقة اللي أشوفها مناسبة إلي أو بالمقابل تراعي المقابلة ماكو مشكلة أبدا يعني نعم نعم أخي جمال من بغداد تفضل السلام عليكم شيخنا العزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك عندي سؤال لما تلدخني نعم السؤال الأول الأراضي للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية إيه الإصلاح شيخنا نعم هاي على نظام إيجار ونظام أقول لك على قانون 17 هل شغلة الوراثة بيها شنو شرع نزول بيها؟ يعني أنا ما أفهم عفوا يعني أنت تسأل عن الأراضي الزراعية ما أفهم يعني عفوا شنو السؤال؟ الأرض الإصلاح الزراعي بالقسم الوراثة أي نعم شيخنا شنو موقف الشرع هي أراضي مملوكة للدولة تمام هل يدخل بيها الوراثة التوريث والهذا؟ نعم اسمعني استاذي استاذي ابو زينب خلينا اكو بالشريعه شيء اسمه احياء الموات احياء الموات يعني احياء الارض الميته احياء الارض المتروكه يجوز للانسان باتفاق مع الدوله طبعا مو كل من بكيفه حتى يصير نظام بالموضوع يتفق مع الدوله ياخذ ارض ويحييها وإلى ما يخرج من هذا الأرض والدولة ما تأخذ أي شيء مجرد تسوي عقد وياه فإحياء الموات الأراضي الزراعية أخذها بإذن الدولة جائز ماكو مشكلة تزرع عليها تربي عفوا حيوانات تربي أسماك الآن أحواض غيرها ماكو مشكلة أبدا شيخ العزيز نعم. مات هذا صاحب هذا هل يتورث النساء والأولاد لا بس هذا ها هذا ما يدخل من باب الميراث ها ما يدخل من باب الميراث يدخل من باب أنه مثلا أنت وخواتك وأخوانك يعني نسأل الله طولة العمر للوالدين ولكم جميعا أنه لكم حق تجي أخ يجي أخي يقول انطيني قسم أريد أن أحييها يعني أريد أن أزرعها ماكو مشكلة ما ترفض تجي الأخت هي وزوجها يأخذون قسم يجي الآخر الأخ يأخذ قسم يزرعها طبعا ما راح تصير ملكهم ولا ملكك ولا ملك أحدين هي أساسا للدولة فلا يبنى عليها أحكام الميراث الأراضي الزراعية أخواني خواتي لا يبنى عليها أحكام الميراث بل عليها أحياؤها من يريد أن يحييها فليحييها ماكو مشكلة يعني بارك الله هكذا السؤال الثاني شيخ أي نعم شيخ العام متزوج أسوان اثنين يا الله زين شيخ نعم شيخ ايه يا الله اي وياك اخي عفوا عندي ايتام اثنين نعم هي امهم وامهم زوجتي نعم المحصه التموينيه انا اجيبها والمواد الغذائيه وهذا هل يجوز انا اكل المحصه التموينيه اللي الدوله تعطيها تنطيها لمن للايتام؟
لا الحصه التموينيه هاي الحصه التموينيه عادي انا راح اجيبها وانا اروح انا اقيم عليهم البيت ولا تمام تمام هذه المواضيع التفصيليه يجوز الاكل معاهم يجوز الاكل معاهم في البيت اما اخراج حصتهم او من طعامهم الى بيت اخر ما يجوز ابدا فقط اذا كنت ماشي ماشي اخي نعم بس انهم اعرف اخي اعرف واضح هو انا دا اجاوبك يجوز ان تاكل معاهم الايتام في بيتهم يجوز ان تاكل اما اخراجه من بيتهم لا يجوز ابدا جزاك الله الف الله يجزيك خير ان شاء الله الله يشكرك حياكم الله حياكم نعم من معي منو عليكم السلام اخي محمد تفضل شيخ بس سؤال للاجه احمد اي تفضل اخي مثلا اتياني السياره اي نعم احنا مثلا نقول البيت واقع نعم بعد فتره مثلا يعني احسب طيران الشخص بعد سنه يرجع لي مثلا 120 واقع او اكثر نعم. هل هذا جائز ام غير جائز؟ محمد الجائز شنو؟ اقول لك هذه سياره إذا تنطيني نقدي أني أبيعها بمية ورقة بدفتر وإذا تنطيني قسط ترى أني أبيعها بمية وعشرين فإذا رضى على صيغة من الصياغ البيع صحيح شنو إذا رضى يعني قال لك لا أنا أريده نقدي أو قال لك أنا أريده بالدين ماكو مشكلة أني راضي فهذا لا يعتبر بيعتان في بيعة البعض يخطأ يقول هذا بيعتان البيعتان في بيعة هو أنه لا يتفقان على سعر ويمضي كل منهما هذا يأخذ البضاعة من هذا وهذا يأخذ لم يأخذ الكلام من هذا يعني فالبيعتان في بيعة أنه لا يتفقان على صيغة نقدي أو فقدي فإذا اتفقوا على صيغة وتفرقا فالبيع صحيح ماكو مشكلة أبدا فهذا اللي قلته أنت حتى يصير صحيح تتفق في يوم البيع من تنطي السيارة قل له يا فلان بميت ورقة بدفتر بس إذا بدين ترى بدفتر وعشرين إذا قال لك أنا راضي بالدين البيع صحيح وماكو مشكلة بيه أبدا يعني حياك الله مرحبا نعم من معي سارة تفضلي سارة أهلا مرحبا سارة مرحبا شيخ حصل سؤال أي نعم شيخ إذا أبوي توفى نعم وأمي عقد عقد ترحم زين نعم هل يجوز تخليه ما تفتحها؟ يعني تفتح العقد بعد وفاة الزوج؟ لا هل يجوز تخليه ما تفتحها؟ اي هو ما دام مات الزوج اختي مات الزوج وهي غير مؤهلة ان تتزوج او ما تريد ان تتزوج هي بالخيار طبعا اذا كان صحيا الامر يبقى على ما اذا كان ما بي ضرر عادي تزيل العقد الرحم او ما تريد تزيله هي بالخيار يعني شكرا وهذا الأمر طبعاً راح يعود مو للزوجة إذا أرادت أن تتزوج يعود للزوج الثاني الذي تريد أن تتزوجه أو هي تشوفه موضوع صحي أنه تزيل هذا العقد خلي تزيله ماكو مشكلة أبداً يعني نعم 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 من معي أم فرح تفضلي تفضلي أم فرح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا شيخ بالنسبة أنا شيخة معتني شيخ بالنسبة لقراءة القرآن نعم السلام عليكم أي نعم تفضلي أختي تفضلي أم فرح نعم وياك عيني دا أسمعك إيش بيها قراءة القرآن بالنسبة لقراءة القرآن شيخ أنا من نوع من يعني قراءة صعبة بالقرآن أنا ذات صف أم فرح يبدو عندك خلل أنت بالاتصال يعني ومدى تكملين يعني اتركني من أم فرح كنترول خليني أجاوب على أم عدنان سؤال يقول أنه زوجي ما يخليني أقرأ القرآن ليلا يعني أختي لازم تعرفين أكو أمور يعني هيك أسئلة إلى معطيات إلى مقدمات ربما إلى شبهات حوله يعني عادة الزوج يعني يشجع زوجته على العبادات على الإيمانيات على التربويات على قيام الليل على قراءة القرآن هذا رائع أمر بس ربما هو بعض الأحيان يمنعك لأسباب أسباب فيها حقوق للزوج يعني أنت لازم تراعين هذا الأمر أو لأسباب يعني ربما حتى بعض الأزواج ما يحبون الضوء يفتح ليلا وانت تقرين القرآن أو يعتبر الليل
يريد يرتاح هو في نهاره تعبان يعني، لازم اكو اسباب. اذا كانت اسبابه مقنعه وشرعيه ومشروعه لبي هذه الاسباب، او وازني بين اسبابه وبين اللي عندك، او اذا لا والله هكذا هوى نفس يعني حاولي يعني تقنعيه بطريقه سهله وسلسه، وما يصير عندكم خلاف بسبب انه اقرا قران او لا، لانه عموما هيج خلاف بين الزوجين هاي معناتها منظومه التفاهم بين الزوجين مضروبه يعني، ومو صحيح ابدا ان تضرب هذه المنظومه. ختاما نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على انفسنا، وعلى يعني ان يعيننا على هذه الحياه اللي بيها مشاغل واللي بيها ارتباطات واللي بيها أشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتب لنا أعمال صالحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي ويشافي هذه الأمة المرحومة المباركة، وأن يرفع هذا الوباء عن هذه الأمة وعن بلدنا وبلدان المسلمين، وأن يبعد عنا وعنكم السقامة والأمراض، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.